نذهب إلى سؤال رقم 9. في هذا السؤال طلب منا وظيفة ثنائي البيوت. قبل إجابة عن وظيفة ثنائي البيوت سأشرح لكم وظيفة هذه الدار. وظيفة هذه الدار هي مؤجلة باستخدام خلية RC. وضعت لكم هنا مولد متناوب ومصباح لكي تصلكم الفكرة ما وظيفة هذه الدار. في حالة الابتدائية تلاحظون أن الدار مفتوحة ولا يمر التيار للمصباح، فحالة المصباح متوقف غير متوهج. عند تنشيط مرحلة X11 يمر التيار عن طريق مقاومة R متغيرة إلى غاية المكثفة، فهنا تبدأ المكثفة في الشحن. ففي حالة الابتدائية يكون جزء يساوي الصفر، وجود ثنائي زين يساوي الصفر، وفي بيو يساوي الصفر. وأنتم تعلمون أن الترانزستور لا يمر إلا في حالة واحدة لما يغذى في بيو بالجود 0.7 فولت. بعدها يتم شحن المكثفة. تلاحظون أن في زين لما يصل جود المكثفة 2 فولت في زين يتغذى ب 2 فولت، وفي هذه الحالة ثنائي زين لا يمر لأنه في الاستقطاب العكسي. متى يمر؟ عندما يصل إلى جهد الانهيار 7.5 فولت، وبالتالي تبدأ المكثفة في الشحن 2 فولت 3 فولت 4 فولت 5 فولت ويتبعها في زينة 6 فولت 7 فولت، إلى غاية وصول 7.5 فولت. هنا تحقق جهد الانهيار في زينة. ففي هذه الحالة عندما يصل جهد المكثفة 8 فولت، ثنائي زينة يأخذ 7.5 فولت و0.5 فولت تغذي في بيو. في هذه الحالة لا يمر الترانزستور لأنه لم يصل إلى 0.7 فولت. إلى غاية وصول جهد المكثفة 8.2 فولت، ففي هذه الحالة يصل الترانزستور 0.7 فولت، وبالتالي يصبح المقحل مشبع، أي ممرر من الكوليكتور إلى إميتر من الجامع إلى البعيد، وبالتالي تصبح وشيعة مغبطة، وبالتالي تصبح وشيعة مغبطة لأن التيار يمر عبر دار مغلق. عندما تتغذى الوشيعة تعطينا مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي يقوم بعكس حالة الملمس، فتصبح حالة ملمس بهذا الشكل. فتلاحظون أن الدارة أصبحت مغلقة ومصباح يتوهج. في حالة توهج المصباح نقول أنه انتهى زمن تأجيل. ما هو زمن تأجيل؟ زمن تأجيل هو زمن شحن المكثفة ووصول الجهد بين طرفيها إلى قيمة 8.2 فولت، و 8.2 فولت هي قيمة جهد في زينر زائد قيمة في بيو عن طريق الروت. بعدها نرجع إلى سؤالنا، ما وظيفة ثنائية الديود؟ لماذا أضيف ثنائي الديود على التوازي مع الوشيعة؟ أنتم تعلمون أن الوشيعة عندما تتغذى تعطينا التحرير الذاتي، فيتولى التيار الكهربائي متحرر قادر على إتلاف المقحل. لذلك أضفنا ثنائية على التوازي. في حالة توقف يمر التيار بهذا الشكل ويبقى يدور في هذه الدارة إلى غاية يتلاشى عن طريق نفاذ بشكل حرارة، لذلك سميت بالعجلة الحرة نسبة لدوران التيار وتشكيله عجل. إذا وظيفة دي هي حماية مقحل التيار المتحرر من وشيعة الملامس.